باغي تبدا الخدمه في ماتش باي امازون ولا في بي او دي وما كتعرفش ديزايني، في هذا الفيديو غادي نوريك كيفاش ديزايني بالنسبه للمبتدئين. اوكي سيدي اجي نبداو على بركه الله. لين فريد شفنا شي ديزاين بحال هذا وبغينا نصوبو شي حاجه ما احسن منه ولا بحالو. المهم انا غنعطيكم غير مثال ديال كيفاش غادي نكرييو الديزاين في كانفا، ولكن نتوما غادي تدخلوا عليه الافكار ديالكم، غادي تقدروا تزيدوا عليه شي حوايج، غادي تجعلوه يكون ديالكم، ما تكوبيوش الديزاين. انا كنعطيكم غير الطريقه الخوت. هاد الديزاين هذا البارح شفته وقلت واو شو على بيسار شحال طايح، وقلت للدراري دخلوا فيه، ما قلبت على كوبي رايت لا على والو. تم بعد عاد قالوا لي الدراري هذا الديزاين راه كانت لابسه ريانا وداكشي هذاك، عاد قلبت ما جاتنيش على بالي يكون هذا كوبي رايت. فالمهم اهم حاجه الخوت هي تقلبوا على الكوبي رايت هو الاول، عاد خدموا على شي حاجه وما تكوبيوش الديزاين. واي واحد يقول لكم دخلوا لهاد النيش هذه، اول حاجه هي تقلبوا لان داك الانسان يقدر يغلط بحال اللي غلطت انايا. المهم باش غادي نصوبوا الديزاين بلا فلوس كاين واحد الخطوات اللي خصكم تتبعوهم معايا دقه دقه، ما تكيبيو ما تلعب لان ما غاديش تقبطوا البلان كامل. ستيب الاولى غادي نمشيو للسيت اللي غادي نديزاينيو فيه، انا غنخلي لكم اللينك ديالو تحت في الديسكريبشن، مكتوبه فيه ديزاين ويب سايت واللينك ديالو تما. انفو تمشيو ليه عندهم تيشيرتات، عندهم بزاف الحماق روينه ديال الحوايج اللي تقدروا تخدموا بهم. ها انتم التمبليتس اللي عندهم الحماق الحماق، وحنا غنستعملوه باش نصوبوا التيشيرت ديزاينز. فاش كتدخل وكتسجل بلا فلوس غادي تمشي لهنايا لهاد كرييت الديزاين. انا محيت عندي البريميوم فيرجن ديالهم، كنقدر ندير ب 1500 على 5400، ما عرفتش واش ترايل فيرجن كتسمح لك باش دير هاد القضيه ولا لا. الا ما سمحاتلكش باش تدخل ديمونسيون ديالك، انا غنوريك واحد الطريقه في الاخر باش تبدل ديمونسيون ديال الديزاين ديالك. داكشي علاش كنقول لك تبع معايا الله يرحمك الوالدين. دابا هادو لا ديمونسيون ديال ماتش باي امازون، الا ما دايرش هاد لي ديمونسيون هادو 4500 على 5400 راه ما غاديش يتقبل لك الديزاين في ماتش باي امازون، ما غاديش يدوز كاع. سو غادي نبركو على كرييت نيو ديزاين. دابا هادي هي الارت بورد ديال ماتش باي امازون، الا درناها بهاد لي ديمونسيون غادي تخدم لنا مزيان في ماتش باي امازون. شاد ديزاين هذا غادي نهزو غادي نحطو في كانفا غير باش نتانسبيرا منه، غادي نمشي لهنايا الابلود وغادي نابلوديه وغادي نحطو هنايا بحال هكا. صباغا نزيد واحد الباج وحده اخرى غير باش نحطها عندي، نبطو لهنايا هو هنايا دابا غير باش نشوف كيفاش داير. اول حاجه دابا باش نصوبو هاد الديزاين هذا نزيدو التكست. كما قلت لكم الخوت ما تكوبيوش وتكوليو لي ديزاين، انا غير كنوريكم كيفاش كيتصوب هاد الديزاين هذا بواحد الطريقه اللي سامبل وبلا فلوس. غادي نمشيو للتكست وغادي نبركو على التكست، غنجيو لهنايا وغادي نبركو على هاد عاده هادين. الا بغيتي دير تكست كبير كتبك على هادي، بغيتي تكست صغير كتبك على هادي. المهم تقدر تختار اي ستيل من هاد الستيلات اللي كيعطيو، كاين بزاف، كاين الحماق ديال الستيلات. المهم نختارو شي حاجه اللي سامبل، نختارو هذا بحال هكا كيعطيك هاد اللعبه هادي. غادي نديرو حنايا ثينك، اون فوا كتبناها غادي نبركو عليها وغادي نطلعوها هنايا للفوق، ها هي ولات هنايا. ومن بعد عاد غنقادو داكشي كامل، نقدروا نخليوه غليظ ولا نصغروه شي شويه. اجي نحاولوا نصغروه شويه، نبركو على هاد الفونت هذا، ها هو صغير، شوف واش كاين مكبر منه شي شويه، اوكي نكبروه شي شويه. كتبك غير على الجنب بحال هكا ولا هكا باش تكبره، ولكن الا بغيتي تكبره وتخليه مسونتراليزي خاصك تبرك على اوبشن الى عندك الماك ولا الت الى عندك ويندوز، كتبرك بحال هكا وكتسونتراليزي في الوسط. المهم غادي نقادوه بحال هكا. دابا خاصنا نزيدو هاد الاليمون هذا ديال وايل ات ستيل. اش غندير دابا؟ كاين واحد الطريقه سهله باش تقدر دوبليكي الاليمون ديالك. الى عندك ويندوز كتبرك على الت، انا عندي الماك غادي نبرك على اوبشن، وفي نفس الوقت غندراغي بحال هكا. دابا خاصني نكتب داكشي اللي خصني نكتب وايل ات ستيل. واحد الحاجه وحده اخرى عاوتاني، الا بغيتي تسونتراليزي غير كتبقى تكحز بحال هكا وهي كتبين لك لا ليني هنايا في الوسط، كما كتشوفوها لا ليني شتيها في الوسط. نفس الشيء عاوتاني هنايا كتبقى تكحز حتى كتلقى داك لا لين في الوسط، راه دابا سونتراليزا. وتاكد ان هادو حتى من هنايا مسونتراليزين مزيان، كلشي مسونتراليزي. دابا نيكست هو غادي نكتبوا هاد الليغو، عاوتاني نفس الشيء غادي نبرك على اوبشن لان عندي الماك، وانتم الا عندكم ويندوز بركوا على الت، وغادي ندراغي عاوتاني. شنو هي دراغي؟ هي تكحز، غنبرك وغنكحز لتحت ونطلق. غادي نبرك ثلاثه البركات على لاسوري باش غادي نسيليكسيوني هاد الشيء هذا، وغادي نكتبوا داك ليغو بحال هكا. دابا هاد ليغو خاصنا نكبروها بزاف هكذا. دابا خاصنا نختاروا شي فونت اللي يكون كبير. اوكي دابا استعملنا نفس الفونت وكبرناه شويه. باش غادي تستعمل نفس الفونت وبشي سايز ديالو مختلف، كتبرك على هنايا وكتكتب السميه ديال الفونت وكتشوف شنو غادي يطلع لك. اوكي دابا هذا غادي نديروه بولد، بغيته هو اللي يكون كبير وباين مزيان. وهادو باغي نغلظهم واحد شويه، اجي نشوفوا واش هذا يخدم. هذا غادي يقدر يخدم، سي بون. انا باغي نخلي هذه شويش رقيقه وهذه شويه غليظه وهذه غليظه بزاف باش كيجي داكشي تدريجي وكيبان ديزاين زوين. الا لاحظتوا هاد ليغو ما جايش مقاده مزيان مع هذا واليت ستيل، فشنو غادي ندير هنا؟ غادي نجي نحطها بحال هكذا ياك، وغادي نزيد نكبرها شويه باش نقادها مزيان بحال هكا، هكا مزيان. دابا شنو نديروا الخوت؟ الا بغينا نهبطوا الديزاين بلا ما نزعزعوه لا على اليمين ولا على اليسار، غادي نبركوا على هاد ليليمون ونبركوا على شيفت في نفس الوقت ونهبطوا. فاش كيوقع بحال اللي كيبقى قابط بلاصتو، ما
كيتزعزع على اليمين ولا على اليسار. سو غادي نديرو هنايا دابا هذا تكد مزيان. دابا شنو خاصنا؟ خاصنا داك الشرطه، اجي نوريكم كيفاش نصوبوها. غادي نمشيو الخوت لهاد البلاصه سميتها elements، غنمشيو لهاد البلاصه ديال lines and shapes، غادي نبكو على هاد اللاين. ها هي طلعت لنا اللاين. دابا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نكبروها. غنمشيو لهنايا وغادي نكبرها بحال هكا. عطات لنا هاد اللعيبه كيرفد، يعني جايه مدوره شويه من هنا، ما بغيناهاش مدوره. فغادي نبكو على هاد الاليمنت هذا، وغادي نمشيو لهاد اللعيبه هادي ستايل، نبكو عليها وغنختاروا هاد ستايل هذا. ها هو مقاد جاي مزيان، ما مدورش من هنايا. سو اش كنديروا؟ كنطلعوه لهنايا وكنكبروه بحال هكا بحال هكا. ها هو تكد. دابا خاصنا نزيدو نجمات، ثلاثه د النجمات من هنا، ثلاثه د النجمات من لهيه. دابا خاصنا نمشيو للاليمنت ونقلبوا على واش كاين ستا ولا لا، يعني نجمه. ما شو شحال ديال النجمات خرجوا لنا. تقدر تختار هذه ولا هذه اللي بغيتي. نختاروا هذه حنايا، كتهزها كتجيبها لهنايا كتصغرها. كيفاش نصغرها؟ غنمشيو لاي جنب وكندخلوه بحال هكا، عاوتاني كتبرك في الوسط وكتهزها وكتحطها فين ما بغيتي. غنحطها هنايا انايا. غادي نزيد جوج ديال النجمات هنايا عاوتاني. غادي نبرك على اوبشن لان عندي الماك، انتم اللي عندكم بي سي استعملوا الت. غادي تبركوا على داك البوطون ديال اوبشن ولا الت، وغادي تبركوا على هاد النجمه وغادي تكحزوا بحال هكا. سهله، نفس الشيء عاوتاني بحال هكا. هما جايين مقادين دابا، عاجبني انايا. دابا اش غنديروا؟ غنهزوا هاد الثلاثه هادو وغنحطوهم هنايا عاوتاني. اش غادي ندير انا؟ باغي نسيليكسيونيهم بثلاثه. كيفاش غندير؟ غادي نبرك برا وغادي نسيليكسيوني بحال هكا. دابا راهم سيليكسيونين عاوتاني. نفس الشيء غادي نبرك على الت ولا اوبشن وغادي نكحز عاوتاني بحال هكا. سهله ياك، ما كاين ما سهل من هاد القضيه الخوت. دابا غنبدلوا الالوان. غادي نديروا الزرق وغادي نديروا الاحمر هنايا. اجي نبداو بالاحمر، غنسيليكسيونيو كنبركوا على هاد لي ليمون، كنمشيو لهاد البلاصه هادي، كنمشيو لهنايا كنختاروا الاحمر بحال هكا. سابو دابا بغينا هاد لي زاليمون هادو كاملين يوليو بالزرق. نمشيو لهنايا نختاروا هاد الزرق هذا. هاد النجمات خصني نصوبهم وحده بوحده. نفس الشيء عاوتاني. سابو حنا صوبنا الديزاين ديالنا، ساهله القضيه. باش شنو غندير؟ خاصني نطلعوا واحد شويه، سيليكسيونيت كلشي، عاوتاني غندراغي للفوق، نكحز للفوق باش نقادو بحال هكا. لان خاصك تشوف تيشيرت العنق ديالو جاي هنايا، هادي بلاصه العنق، فخاصك تطلع واحد شويه باش يتقاد في جهه الصدر، لان ما باغيش انت تحطو في الكرش هنايا، باغي تحطو في جهه الصدر. كون كان ديزاين طويل كره غادي تحطو طويل، فهمتيني؟ انت غادي تحاول تشوف على حساب فين باغي داك الديزاين يبان في التيشيرت. نورمالمون خصو يبان جهه الصدر. فاش كتبقى تحط الديزاينات في ماتش بامازون كتشوف لا ريلاسيون ما بين الديزاين كيفاش ديزاينيتيه وكيفاش بان في التيشيرت، وكتبقى تاناليزي. من بعد كتولي عندك اكسبيريونس، كتعرف فين غادي تحط الديزاين، كيفاش غتبوزيسيونيه اكزاكتومون باش غادي يبان لك مزيان في التيشيرت. سو ها حنا قادينا الديزاين مزيان. دابا ما غنحتاجوش هذا، غندير ليه تيوه، غيبقى لنا غير هاد الديزاين هذا. دابا خاصنا نكسبورتيوه، كنمشيو لداونلود، خاصنا نداونلوديوه بي ان جي. الا كانت عندكم البريميوم سبسكريبشن راكم كتقدروا ديروا ترانسبيرنت باك جراوند، يعني ما كتكونش الخلفيه كاع، كيكون غير الديزاين. ولكن بالفري فيرجن كتقدروا داونلوديو غير بالخلفيه، يعني ما تقدروش تحيدوا الخلفيه بالفري سبسكريبشن. ولكن هنا غنوريكم الورك اراوند ديالو. الا ما بغيتوش تقاتلوا وتحماقوا هذا، خذوا البريميوم سبسكريبشن. الا ما قادرينش تاخذوا البريميوم سبسكريبشن، هنا غادي نوريكم الطريقه ديال حذف الخلفيه بواحد السيت واحد اخر. تبعوا معايا من بعد هذا الفاصل. بالنسبه للناس اللي ما تقبلوش في ماتش با امازون وباغيين يدخلوا يخدموا على راسهم، مرحبا بكم في الخدمه ديالنا ديال لي كونت ديال ماتش با امازون. عندنا لي كونت واجدين وكنقدوهم لكم بالسميه ديالكم. سو الخوت باش نصاوبوا لكم الحساب ديال ماتش با امازون بالسميه ديالكم، غادي تمشيو لهاد السيت هذا ديالي، غادي تقراو هاد الشيء الا بغيتو، غادي تشوفوا شنو هو لوفر، شنو هو العرض. من الاحسن شريو قبل ما تسالى هاد التايمه هادي باش ما يتسالاش العرض وما تبلوكاش الباج. خلاص كلشي سيف بالسترايب، يعني ما كاينش مشكل من ناحيه الدفع. وبكل شفافيه الخوت كنوريكم الكاستمر ريفيوز، الناس اللي تقداو معنا لي كونط وصلهم داك الشيء هو هذاك، كنبينوا لكم كلشي هنايا. ها نتوما شوفوا شحال ديال الريفيوز الحمد لله، وراه هاد الشيء غير اللي داير هنايا في السيت، اما الشيء الاخر كامل راه في انستغرام. كلشي الحمد لله كيشكر لنا في السيرفيس ديالنا، وكلشي كيقول داكشي وصلهم هو هذاك في وقت جد واجز، في اقل من 24 ساعه. الا ما وصلكمش الحساب في ظرف 24 ساعه غنعطيكم انا ريفاند، يعني عندك 100% ماني باك جارانتي، ما كاينش مشكل من ناحيه الدفع وما كاينش ريسك. سو باش تطلب الحساب ديالك غادي تهبط لهنايا، وغادي تعمر المعلومات ديالك كامله الحقيقيه. هنا في ستيت غادي دير غير السميه ديال المدينه ديالك، وهنا غادي دير الكود بوستال ديالك، وهنا غادي دير رقم طويل ديال لاكارت ديالك ديال
ديال البنكة، وهنا غدير داك 3 د الميريت سيكوريتي اللي كاينين في اللور ديال لاكارت ديالك، ومن بعد غادي تبرك على يس كرييت ماي اكاونت. من بعد فاش غادي دوز لك ترانزاكسيون غادي تبان لك هاد لاباج هادي، غادي تبرك على فيل ان ذيس فورم. ملي غادي تبرك عليها غادي تبان لك هاد الفورم هادي، هنا غادي تدخل كاع المعلومات ديالك الصحيحه، غتدخل الايميل اللي شريتي به، وهنايا الايميل اللي شريتي به حتى هو معلومات هادو باينين، سميه الكنيه لادريس تليفون ديالك، واش ساكن في ميريكان ولا ما ساكنش في ميريكان، غدير ياس ولا نو. الا ما ساكنش في ميريكان هنايا غادي تكتب تاكس اي دي ديالك ولا غتكتب الكارد اي دي ديالك، ولا ساكن في ميريكان هنا غتدخل المعلومات ديالك. ملي غتعمرها غادي تكليك سبميت. اون فوا غادي يوصلونا المعلومات تيم غادي يصوب لكم الكونت ديالكم في اقل من 24 ساعه، وانا اللي غنصيفط لكم ايميل فيه لاكسي ديال الكونت ديالكم، وفيه واحد الفيديو كيشرح كلشي من ا حتى لزد كيفاش تحافظوا على الكونت ديالكم وكيفاش تستعملوه مع كي دي بي بلا مشكل. واول حاجه غادي ديروا هي غتفرجوا في داك الفيديو وغادي تتبعوا الخطوات اللي كنشرح فيه باش تحافظوا على الكونت ديالكم وتبداو الخدمه في البلاصه. واللي عنده شي سؤال يصيفط ليا فيسبوك ولا انستغرام @masteradp، ولا يصيفط ليا ايميل، راكم عارفين الايميل ديالي راه ديما كنخليه تحت في الديسكريبشن في الفيديوهات ديالي، ولا صيفطوا ليا ميساج هنايا. كما شفتوا سيرفيس سريع بالمعايير الدوليه، الا شريتو راكم ما غاديش تندموا، وراكم كتعرفوني وهانتوما شفتوا ريفيوز كاملين الحمد لله، كلشي كيقول هضره زوينه، ومرحبا بكم في اي وقت. اوكي دابا اجي نرجعوا للفيديو ديالنا. سو هنا غنداونلوديه بالخلفيه ديالو بحال هكا، نبركوا على داونلود، وها انتم كما كتشوفوا طلع لينا بالخلفيه ديالو. السيت اللي غادي نوريكم الاخر هذا سميتو بيك ريسايز بلا فلوس. الا السوفتوير ديال ديزاين كانفا ما خلاكمش تبدلوا الدايمنشنز ديال الديزاين ديالكم، غادي تحطوا داك الديزاين هنايا وغادي تبدلوا الدايمنشنز ديالو وتعاودوا ديروا اكسبورت. هانا نوريكم كيفاش. كتحطوا الديزاين ديالكم هنايا، كتبركوا على كونتينيو تو اديت بيكتشر، كيطلع لكم الديزاين بحال هكا. دابا راه عندنا الدايمنشنز صحاح 4500 على 5400 لينفريد دايمنشنز ماشي صحاح، كتبرك هنايا وكتمشي للكاستم سايز، وهنا فين كنختاروا 4500 وهنا 5400 ياك. هنا نديرها دابا 4500 على 5400، كنهبطوا لتحت كنخليوها بي ان جي، كندير ام دان ريسايز ماي بيكتشر. كتبان لكم هذه اللعبه هذه، كتبركوا على سيف تو ديسك وكتداونلوديو الديزاين بالدايمنشنز اللي نتوما باغيين. ها هو دات داونلود عاوتاني بنفس الدايمنشنز، ما تبدلوش الدايمنشنز لان كان ديجا ب 4500 على 5400 100. سو غادي يطلع هو هذاك. دابا غنمشيو الخوت لهذا السيت هذا اللي سميتو onlinepngtools.com، غادي نبركو على ميك ا بي ان جي ترانسبيرنت هنا فين غادي نحيدو الباك جراوند الخوت. اون فوا كدروبيه كيبان لك هنايا ترانسبيرنت، كتقدر تلعب بهاد السيتينز هادو. حنا ترانسبيرنسي كالا هي وايت، يعني هاد الكولور هادي هي اللي بغينا نحيدو. المشكله اللي غادي تقدروا تطيحوا فيها الخوت هي الا مثلا عندكم شي ديزاين بالبيض، الكتابه بالبيض، اجي صعيبه باش تحيد الباك جراوند ديالها الا كانت الكتابه بالبيض والخلفيه حتى هي بالبيض، يعني اللون ديال الخلفيه خاصو يكون مخالف على اللون ديال الكتابه. في هذه الحاله هاد الميثود كتخدم. تا واش غادي نديرو، ما عندناش هنايا الخلفيه دابا تقاد الديزاين ديالنا مزيان، غادي نبركو على سيف از، غادي نمشيو للداونلود. ها انتم الخوت خرج لنا ديزاين بي ان جي بدون خلفيه وصوبناه بلا فلوس. هاد الديزاين الاخر اللي بالخلفيه شتي اللون بيض، دابا هذا غنقدروا نطلعوه في ماتش باي امازون عادي جدا. ها انتم الخوت فاش كنحطوه هنايا غادي يطلع نيشان، غادي يخدم ما كاينش مشكل. ها انتم شتيه، غادي نبدل الكولور نديرو اللون بيض، ها هو طلع علينا شتيه نورمال. هاد الميثود اللي عاد وريتكم الخوت ساهله وماهله، ولكن فيها شي شويش ديال الخدمه، يعني ماشي بزاف، كتهز ديزاين من هنا وتحطوه هنا وهنا وهنا، كتاخذ شويش ديال الوقت، ولكن الا عندك غير ديزاين واحد غادي تطلعو ماشي مشكل. اما الا بغيتي تسهل عليك الماموريه جرب كانفا برو فور فري لمده 30 يوم. انا غنخلي لكم اللينك لتحت في الديسكريبشن، غيعطيك بزاف ديال الحوايج كثر من الفري اكسس. بطبيعه الحال كتقدر دير سوشيال ميديا بوست به ديريكت من كانفا برو، كتقدر تكولابوري مع الناس، كتقدر تحط البراند كالرز ديالك وداكشي هذاك، كتقدر تريسايز الديزاينز يعني تبدل السايز ديالهم، كتقدر دير ترانسبيرنت بي ان جي. شتي هاد القضيه اللي وريتكم ما قدرناش نديروها من الفري سوفتوير ومشينا لذاك السيت الاخر عاد باش حيدنا الخلفيه وداكشي هذاك، ما تحتاجش دير هادشي هذا كامل، لانك كتقدر داونلودي transparent images، يعني كتقدر داونلودي ديزاينز بدون خلفيه، كتقدر تصوب فيديوهات من هنا من كانفا وبريميوم فيديوز، عندك بزاف ديال التمبليتس، كتقدر دير انيماسيون. هادشي بالنسبه للبنادم اللي باغي يدير ديزاين ديال انفوغرافيكس ولا شي حوايج بحال هكا، ولا ادز ولا بريزنتيشنز ولا بزاف ديال الحوايج اللي تقدر دير في كانفا. الانيماسيون ما تصلحش للتيشيرت ديزاينز، ما عندها بزاف ديال الاستعمالات ديالها. كتقدر تحيد باك جراوند، هادي غتصلح لكم بزاف الخوت. مثلا جيب شي فيكتور شي بلاصه وتحط لي
كاملة وتحيد الباك جراوند ديالها و... يعني تحيد الخلفية ديالها ويبقى لك غير داك الفيكتور هذاك. وعندك بزاف ديال البريميوم كونتنت ولا عندك تيم تقدر تعطيهم لاكسي. كاين عاوتاني تيم تمبليتس. المهم بزاف ديال الحوايج كما قلت لكم الخوت ماشي الا بدا تاخذوا البريميوم سبسكريبشن جربوها على الاقل واحد 30 يوم شوفوا واش غادي يصلح لكم ولا لا. المهم باش تعرفوا واش تبغيو تانفيستيو فيها ولا لا. كما قلت لكم انا نخلي لكم الليان وكل شيء غادي يكون في الديسكريبشن ان شاء الله. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا. دير واحد اللايك باش تشعل الفيديو يطلع وبزاف ديال الناس يشوفوه. اشتركوا في القناة باش تستافدوا ان شاء الله. ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الفيديوهات كيف ما نطلعهم وبارطاجيو مع خوتكم باش تعمل افادة. نشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. بيس.